نحن هنا في حي الشعار، هذا الحي الذي تعرض لحملة قصف ممنهجة. وطبعا هذه المنطقة تحديدا تمتلك أهمية استراتيجية كونها تقع على مفاصل عدة أحياء، وهو حي كرم البيق وأيضا حي الشعار ومنطقة أيضا طريق الباب تحديدا التي تسعى قوات النظام إلى التقدم إلى هذه المنطقة. نشاهد دمار هائل في هذه المنطقة، جميع هذه المنطقة خلت من ساكنيها تماما نتيجة القصف المستمر والحملة الممنهجة التي استهدفت أحياء مدينة حلب. يوم أمس أكثر من 50 شهيدا في مجزرة في حي باب النيرب ارتكبتها الطائرات الحربية بحق نازحون انتقلوا من هذه المنطقة إلى مناطق أكثر أماناً.